السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبدأ الفيديو طبعا اليوم ما تنسوش تصليوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله جبت لكم تحليه طبقات او كيكس طبقات بذوق الكابوتشينو او نيسكافي بطريقه سهله وبسيطه ومكوناتها اقتصاديه موجوده في كل بيت وتجيب بزاف بنينه وتجي مشمخه تذوب في الفم. خليكم على مع المقادير، مشاهده ممتعه للجميع. نبدأ على بركه الله مع الطبقه الاولى، هي عباره عن كيكه بذوق الشيكولا. اول حاجه نديرو ربع حبات نتاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه. عندنا قرصه نتاع ملح، عندنا 6 ملاعق نتاع اكل سكر ما يكونوش مملوئين بزاف، 3 4 5 6. نخلطوهم جيدا البيض هذاك والسكر ومن بعد نكملو. بسم الله. لانا بعد ما طلعنا هذاك البيض والسكر دوكا راح نضيفو 6 مغارف زيت. بسم الله. عندنا الملعقة الأولى، الملعقة الثانية، نزيدو ثالثة أربعة خمسة ستة، 6 ملاعق زيت. نزيد لها أيضا لهنا 6 ملاعق نتاع حليب، 3 4 5 6. نزيدو نخلطوهم مع بعض. عندي ايضا 2 ملاعق نتاع قهوة تكون طيبة وتكون باردة عادي ما تكون سخونة. عندي ايضا 3 ملاعق كبار نتاع كاكاو، الملعقة الثانية، عندنا الملعقة الثالثة. نغربلو لهنا هذاك الكاكاو تاعنا بهذه الطريقة. تحبوا ديروا الفانيلا ديروا، ما عندكمش الفانيلا تكتفيو بالذوق تاع الكاكاو. اذا لهنا ايضا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الباتر يخدموا عادي بالفوي. نزيدو نخلطوا هذه المكونات مع بعض جيدا ومن بعد نجي. اخر حاجة لهنا عندي 5 ملاعق نتاع فارينة يكونوا مملوئين جيدا، 4 5. وعندي كيس تاع خميرة كيميائية نغرب لهم ونخلطو كلش مع بعض هكا حتى نخلطو هذاك الخليط جيدا، ندخلو ذاك الفرينة مع الخليط. ولهنا تكون الطبقة الأولى تاعنا حضرنا العجينة تاعها. بعد ما خلطنا هذاك الخليط كامل جيدا دوكا راح نجيبو البلاطو تاعنا وراح نفرغو فيه هذاك الخليط. بلاطو عادي يكون صغير ما يكونش كبير بزاف، شتو كيفاه. بالنسبة للمقاس تاعو راهو 20 على 30، دوكا راح نفوتها للفرن على 180 درجة كي نشوفو الطبقة تاعنا. الكيكة تاعنا لهنا بعد ما طابت أو الطبقة الأولى نجيو لهنا نثقبوها بعود ثقاب فقط، تجي خفيفة وتجي روعة هاد الطبقة. نحطوها على جهة ونجيبو لهنا كاس نتاع حليب ونجيب لهنا الكابوتشينو وراح ندير ملعقة كبيرة، يعني ندير عيني ميزاني، مهم نديرو كابوتشينو وراح نخلطو مليح مع هذاك الحليب حتى ينسجمو لنا. من بعد ان شاء الله نجي. اذا لهنا بعد ما خلطنا هذاك الكابوتشينو راح نجيو نديرو كاس لهنا نتاع هذاك الحليب، لازم نسقيوها جيدا كاس كامل نضيفوه. دوك نخليوها على جهه تبرد تماما، بعد ما تبرد باش نجيو نخدموا. دوك نروحوا للطبقه الثانيه اللي هي بطبيعه الحال بعد ما بردتنا الطبقه الاولى نخدموا الطبقه الثانيه اللي هي عباره عن كاس روبرت شونتيي، كاس تاع الحليب يكون بارد، ونزيدوا لها لهنا حوالي ملعقه ونص تاع كابوتشينو. انا استعملت هذه النوعيه، انتم استعملوا اي نوعيه كانت عندكم، تجي بزاف بنينه هذه الوصفه هذه. وعندي ايضا هنا شويه ذوق نتاع الحليب، اذا عندكم ما عندكمش معليش ما تستعملوش، ماهوش بالضروره انكم تستعملوه، يعني يكفي ذوق الكابوتشينو. وراح نطلعهم مع بعض حوالي 5 دقائق وانا نخلط باش يتضاعف الحجم تاعهم ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. بسم الله. شوفوا القوام تاعها بعد ما خلطناها. دوكا راح نجيبوا الطبقه الاولى وراح نضيفوا هذيك الكريمه كامل. بسم الله هكا،
وراح نمشيها على كامل هذيك الطبقة الأولى. نسويها بطبيعة الحال جيدا. نجيبو دركا كوبات كيما هذه ونبداو نخدمو بها. حاولوا نعدلو هذيك الطبقة، لازم تعدلوها مليح جيليس وتجي كامل كيف كيف هكا حتى نليسيها كامل، ومن بعد ان شاء الله نكملوا مع بعض. لهنا بعد ما درنا الطبقة الثانية وسويناها بهذه الطريقة، نروحو دوك الطبقة الثالثة والأخيرة. عندي لهنا كريم فريش كاس غير ربع، نضيفوه لهنا. لهنا اللي عنده ميكرووند يسخنها في الميكرووند، اللي ما عندوش يديرها في طاوة ولا مقلاة ولا كيما تحبوا، نسخنها ونرجع لكم. عندي لهنا علبة تاع شيكولا مونا، انا استعملت اسود، انتم استعملوا اي نوعية كانت عندكم. مهم 100 غرام، كل علبة فيها 100 غرام. نحطها لهنا مع الكريمة هذه، ونضيف لها زوج ملاعق نتاع حليب. كما قلت لكم نزيد لها زوج مغارف تاع الحليب وراح نخلطها. واذا ما ذابت لكم الشيكولا لهنا تقدروا تعاودوا تزيدوا ترجعوها للميكرووند، ولا تحطوها على حمام مائي، ولا تحطوها في مقله ديريكت وتخدموها حتى تذوب لكم وتحصلوا لهنا على غاناش شيكولا. نخلطها ومن بعد نرجع لكم. لهنا بعد ما صبحت عندنا بهذه الطريقه راح نضيفوها، لازم تخليوها تبرد شويه هكا، ونصبوها مليح على الوجه. نعدلها بهذه الطريقه فقط، ما تخدموش بالملعقه باش ما تفزتوش الطبقه. اذا دوك انا راح نمشيها ونخليها تبرد، لازم تخليوها تبرد تحكم روحها مليح، ومن بعد ان شاء الله نجي نقسمها معكم. لهنا بعد الكيكه تاعنا ما نشفتنا، شوفوا كيفاش راهي، راح نبداو نقسموها. بسم الله، هاد الكيكه تجي بزاف بزاف بنينه، ننصحكم بها. دائما نستخدموا كتانه باش ما نخمجوش الكيكه تاعنا. نزيد لها منا، ودائما دائما نمسحوها بهذه الطريقه. لهنا الشيكولا راهي ما ذابتليش مليحه، عفوا مليح عليها، فزت لي هكا، ما يهمش. حاولوا تذوبوا مليح الشيكولا تاعكم. اذا بهذه الطريقه نزيد نمسح هكا، شوفوا كيفاش تتنحى فاسيلمون وتجي بزاف بنينه وشكلها راقي. نزيدو لهنا الاخر، دوكا نجيو نهزو التحليه تاعنا. بسم الله، بهذه الطريقة تهز بكل سهولة. شوفوا كيفاش تجي، تجي ما شاء الله. إذا نشوفوها لهنا كيفاش تجي، تجي روعة، تجي ما شاء الله. نتمنى أنكم تجربوها، فيها ذوق الكابوتشينو، تجي رائعة. نتمنى أنكم تجربوها، راح نقسمها لكم باش تشوفوها كيفاش تجيها. راح تشوفوها كيفاش تجي، تجي ما شاء الله، شوفوا، وتجي مشربة لداخل، تجي روعة. اذا شفتوا الفيديو تاعنا اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جامت كومونتي لي اسفل الفيديو، واذا شفتوا قناتي مالكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم الصحه، تلقاو في عدد اخر، تهلاو في رواحكم وسلام.